اليوم الثالث على التوالي يستمر أبطال الفرقة المدرعة التاسعة بعمليات البحث والتفتيش عن عناصر داعش الإرهابية وملاذاتهم، وبإشراف مباشر من قبل السيد قائد القوات البرية. إعلام وزارة الدفاع مستمر في هذه التغطية، ابقوا معنا. شرع لواء القوات الخاصة مع فرقة التاسعة المدرعة ضمن محور الجيش نحو أهدافها في ضمن مقاطع المسؤولية المخصص لهذا المحور. القطاعات وصلت أهدافها وعثرت على عدد كبير من المضافات، وفجرت سيارات مفخخة واستولت على دراجات وأكداس كبيرة من الأرزاق والاعتاد للإرهابيين. الآن في محور الجيش، في المراحل الأخيرة من محور الجيش. الآن في تلاحظون قطعات الفرقة المدرعة التاسعة قائد القوات البرية. اليوم كانت نتائج مذهلة، أحزمة ناسفة، مضافات، مطاردة إرهابيين. الحقيقة الضغط اللي تولد على الإرهابيين في هذه المنطقة كبير جدا. المعلومات الاستخبارية والأمنية اللي كانت متوفرة عن هذه المنطقة فعلا كانت دقيقة، ولذلك قطعاتنا تلاحظون منتشرة وطهرت الأرض بالكامل وانتهت الصفحة الثالثة بانتظار الأوامر لما بعد ذلك. اليوم الثالث على التوالي تواصل قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة ضمن محورها عمليات أبطال العراق نصر السيادة. حققت أهداف كثيرة في هذه المرحلة الأخيرة، تدمير مضافات للعدو، تدمير عجلات مفخخة، أيضا تدمير زوارق كانت يستخدمها العدو للعبور بين الوديان، وأيضا أحزمة ناسفة تم العثور عليها أيضا تم تدميرها ضمن هذه المنطقة. تم مسح المنطقة بالكامل، العملية عملية ناجحة، حققت أهدافها المنشودة، والقطاعات ما زالت مستمرة بتفتيش بعض المناطق ضمن هذه المنطقة. اليوم أكملنا واجب عمليات أبطال العراق، وهكذا يبقى الجيش العراقي بسمة براقة لصد أي اعتداء خارجي من قبل الإرهابيين الجبناء. We'll be right back.
أبطال العراق نصر السيادة المرحلة الثانية. نحن الآن في آخر مكان بملتقى زغيتون مع وادي الخاصة، قريبين على سلسلة جبال حمرين، نهاية واجب قوات الجيش المتمثلة بالقيادة قوات البرية بمختلف مسمياتها، بقيادة الأخ قائد قوات البرية اللواء ركن قاسم محمدي. وتشوفون أبطال الجيش العراقي المتواجدين، أنا الآن اطلعت من خلال الجو على هذا الانفتاح الرائع والتنفيذ الكبير اللي نفذ خلال 3 أيام، رغم حرارة الجو، رغم الظروف المناخية وأيضا طبيعة الأرض الصعبة، لكن أبطالنا بكل المسميات، قوات الجيش، قوات الاتحادية، الرد السريع، قوات الحشد الشعبي، بدعم وإسناد كبير من طيران الجيش الأبطال وكذلك قوات القوة الجوية، قدرنا أن نحقق نتيجة جيدة بعد فترة أكثر من 3 أو 4 أشهر إحنا لم ننفذ عمليات بهذه المستوى، وحققت هذه العملية اللي تريده والغاية الرئيسية من تنفيذها. وجدنا مضافات، وجدنا سيارات مفخخة، أحزمة ناسفة، تمكنت قواتنا من تدمير هذه الأماكن وأيضا حرمان العدو من هذه المنطقة مستقبلا، منطقة وعرة مثل ما تشوفون. إن شاء الله اليوم ننهي هذه العملية ونقوم بإعادة الانتشار ونضمن مسك هذه الأرض حتى لا تكون مستقبلا ملاذا آمن للإرهابيين. تلك المناطق الجبلية والأراضي الوعرة لن تكون ملاذا آمنا للإرهابي وأوكارهم، بعزيمة الأبطال وصمودهم وإصرارهم لفرض الأمن والاستقرار في جميع الأراضي العراقية من جنوب غرب كركوك. لإعلام وزارة الدفاع، فائق العطواني.